بونسوار. تحية لكل مشاهدي ال بي سي اي والال بي سي وين ما كنتوا عم بتشوفونا. طبعا اليوم تاريخ مميز 7/7/17. اليوم كلنا علقنا بعجقة سير، كانت عجقة جنون. إن شاء الله تكونوا صرتوا ببيوتكم وأكيد عم تحضرونا. لكل الأشخاص يلي أخذين أوراق يومية بنقول لهم حظ موفق. بالبداية مثل العادة بدنا نرحب بعضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية، والليلي موجود معنا الأستاذ محمد الحاج حادي. كيفك محمد؟ الحمد لله. بس أكيد علقت بعجقة سير. أكيد. بعدك عم تضحك بس ماشي الحالي. على كل حال خلينا نبلش مع أول سحب مع اليومية 3. شو هن طابات اليومية 3 لليلة؟ إذا كانوا كمان بالسبعات مثل تاريخ اليوم خلينا نشوف. أول طابة 4. بعد 0. وطابة ثالثة 2. 402. 402. إذا في حدا انتكس هول الأرقام بشبكة اليومية 3 لليلة وطلب إنه يكونوا بالدور، القيمة يلي دفعها بيضربها ب 400 مرة ليعرف قد ايه ربحان. وإذا في حدا انتكس هول الأرقام 402 وطلب إنه يكونوا حيلا، يعني مش ضروري يكونوا ورا بعضهم، أكيد بيربح إنما القيمة بتكون أقل. المبلغ يلي دفعه بيضربه ب 70 مرة ليعرف قد ايه ربحان. هلا أنا وأنتم بننتقل لتاني السحب لشبكة اليومية 4. أربع طابات ينزلوا بها اللحظات. صفر أول طابة. من بعد 7. عن جديد صفر. وطابة الرابعة 4. 0/7/0/4. بشبكة اليومية 4 لليلة الأرقام هن 0/7/0/4. إذا في حدا متكسهم مثل ما هن بالدور، القيمة يلي دفعها بيضربها ب 4000 مرة ليعرف قد ايه ربحان. وإذا حدا متكس هول الأرقام وطلب إنه يكونوا حيلا، القيمة يلي دفعها بيضربها ب 150 مرة ليعرف قد ايه ربحان. هلا أنا وأنتم ننتقل لآخر سحب لليلة لشبكة اليومية 5. يومية 5 يعني 5 طابات، وبطبيعة الحال بتعلى قيمة الجوائز لتوصل لل 120 مليون ليرة. أول رقم 1. من بعدها 8. 3. 1. وآخر طابة 3. 1/8/3/1/3 والهن أرقام يومية 5 لليلة. إذا في حدا متكسهم بالدور، القيمة يلي دفعها بيضربها ب 40000 مرة. وإذا حدا متكس هول الأرقام، القيمة يلي دفعها بيضربها ب 350 مرة إذا كانوا بالحي الله. هلا بنرجع لعندك أستاذ محمد، لو سمحت تذكرنا بالأرقام الرابحة. تفضل. سحبات يومية ليوم الجمعة 7 تموز 2017، سحب رقم 374. الأرقام الرابحة يومية 3/4/0/2، يومية 4/0/7/0/4، ويومية 5/1/8/3/1/3. شكرا لك استاذ محمد، يعطيك الف عافيه. نحن بنشوفك الاسبوع المقبل. لكل الاشخاص يلي تكسوا يوميه وربحوا اكيد بنقول لهم الف مبروك. لكل الاشخاص يلي تكسوا يوميه وما ربحوا بنقول لهم بسيطه خيره بغيره، فيكم كل يوم تجربوا حظكم مع يوميه بكل مراكز لليبانيز دي جو. طبعا فيكم تدفعوا المبالغ يلي بتناسبكم بين ال 500 و 3000 ليره، والجوائز اللي بتربحوها بين 35000 ليره وصلنا ل 120 مليون ليره. انا بشوفكم ان الله رضا
نهار التنين. باي باي. Biblos International Festival, with the support of IBL Bank, presents Patty Austin live in Biblos on Friday, July 21st. مهرجانات ليالي أرس تنورين 2017 بتقدم 15 تموز عبير نعمي والأوركسترا. تباع البطاقات في فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس.